في جبنة ما يوضح هذا المعنى نعم وأكدنا. نعم طيب شيخنا بارك الله فيك، معنا خالد بن خطيف لا زال على الخط معنا؟ خالد معنا لا زال؟ ألو، أخوي خالد تفضل. معك خالد أبو الحسن من القطيف، الله يحييك. أهلا بكم، أهلا بكم. على الهواء مباشر؟ نعم تفضل أنت على الهواء. حبيت أسلم عليكم، كيف حالك شيخ عبد الرحمن؟ أهلا بكم، الحمد لله، بارك الله فيك. معليش يا شيخ، أنا أكلمك، أنا الآن شيعي. زين؟ صحيح. الآن أنا تحية أرد على تحية الأخ اللي تحية اتصل لك، قبل شوية. تحية لك، تفضل. نعم تفضل. الله يجزاه خير، زين؟ أخي يا أخي المتصل اللي مسمي نفسك أخ بدر. الآن أنت لما تقذف بأم المؤمنين، ما فكرت يوم من الأيام يا أخي الكريم أن من هو خصمك أمام الله سبحانه وتعالى؟ أليس رسول الله؟ إيش الدين هذا، الدين السب والشتيمة؟ يا أخي إذا عندكم مناظرة، أنا شيعي الآن وأطالب علماء الشيعة الآن بأن يطلعوا على القنوات ويناظروا المشايخ السنية إذا كانوا هم على حق. ليش الهروب؟ ليش دائما عندهم أعذار واهية؟ يا أخي هذا الآن أنا أبغى يعلمونا مئات الحاجات ومئات التساؤلات. زين، هل زيارة القبور في كتاب الله؟ زين، هل البكاء في محرم لأجل الأئمة هي في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو شرك ولا توحيد؟ اتقوا الله يا ناس وخافوا الله. والله العظيم كثير الآن بشرك من علماء الشيعة، كثير من الشيعة، أقسم بالله العظيم إني أكلمكم من القطيف وأنا شيعي الأصل، الأم والأب والأهل كلهم، عرفت؟ لكن الله سبحانه وتعالى أعطاني عقل أميز. هو شو اللي تقذف في أم المؤمنين أنت ولا غيرك ولا أي شخص؟ هذا إيش تناقضات؟ يا أخي إذا عندك أنت حوارات أو جدالات تعال وحاور المشايخ وورونا الحق من الباطل، مش بس في التلفونات من بعيد أو تجيبوا لنا حاجات، لا، إحنا نبغى نعرف الدين الشيعي، هل هو في القرآن أم لا؟ زيارة القبور هي الموجودة ولا لا؟ هل التضرع للأئمة والتبرك بهم موجود في القرآن ولا لا؟ وجزاكم الله خير وآسف يا شيخ عبد الرحمن على الإطالة. خالد خالد ما تسكر الخط. خالد لأن أبي جزاك الله خيرا على إيضاحك. لا زلت شيعي خالد؟ أقسم بالله العظيم إني شيعي. أصدقك أصدقك أقول لا زلت شيعي؟ إي نعم. ما الذي تعتقده خلافا لأهل السنة؟ كيف؟ ما الذي تعتقده في الشيعة خلافا لأهل السنة؟ يا يعني أخي أنا أنت شيعي، ما الفارق بينك وبين أهل السنة؟ والله العظيم يا أنا واحد من عامة الشيعة البسطاء، من الناس اللي يضحك عليهم 24 ساعة من قبل المعممين وغير المعممين، أساسا احنا نطلب منهم بأن يظهروا على القنوات ولكن بيقولوا احنا لا نتنزل، زين هؤلاء لا يرد عليهم، لا يفهمون في العلم، لا بيني وبينهم نقاشات، هذول الجهلاء لم يتخرجوا من مدرسة أهل البيت، زين؟ طيب الآن إذا هم ما تخرجوا من مدرسة أهل البيت، زين؟ هل مدرسة أهل البيت شو اسمه تخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أشهد. هل هم يأمرون بالشرك؟ أنا أشهد. هل هم يأمرون بالتبرك بالقبور؟ لا. نبغى مئات الأسئلة احنا نطرحها، هل المتعة هذه موجودة؟ هل الخمس الآن اللي يسلبوه من الناس موجود في كتاب الله ومفروض على كل إنسان مسلم، أو الزكاة؟ كثير من الناس لكن والله يتاجز الناس ويتصل بقناة وصال، مع العلم أنهم أفتوا علماء الشيعة جميعا على أن اللي يشاهد قناة وصال عليه أن يصوم 3 أيام، لأن هذه قناة فتنة ومحرضة. يا أخي هذه كلها هروب. إحنا الآن من الشيعة ونطلب الآن من علماء الشيعة بأن يظهروا على القنوات ويثبتوا لنا الحق من الباطل، مو بالتدليس وبالكذب وبالشتيمة، لعن وسب وآخر الكلام. ممتاز. هذا مو هذا الدين أساسا. وكثير من الناس تسأل عن الحق، القرآن محرف، من اللي حرفه؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما تسأل الشيخ قال اطلع برا، شل اطلع برا؟ ليش؟ ويسكتوا عامة الناس بعدة أسباب، ومن ضمنها الراد على العالم كأنه راد على الإمام، والراد على الإمام كأنه راد على رسول الله، والراد على رسول الله كأنه راد على الله سبحانه وتعالى. طيب أنا منين آخذ ديني؟ أسأل من؟ طيب أخوي خالد جزاك الله خيرا على هذا التوضيح وعلى هذه الاعتقاد، لكن سؤال أخير، معنا خالد؟ نعم. أقول لك، أنت تعتقد أن سيدة عائشة رضي الله عنها أمك؟ القرآن صريح يا أخي، آيات الله صريحة. طيب يعني تعتقد القرآن يقول كذا بس خلق؟ تعتقد انها ام المؤمنين وانها امك وانها ام المؤمنين غصبا عن اللي يرضى ولا كل انسان هو يقول مؤمن يؤمن بالله وبكتاب الله، ايات صريحه كتاب الله. اسال سؤال اخر، ازواجه امهات المؤمنين، ايه صريحه كتاب الله. جزاك الله خيرا. اسال سؤال اخر، ابو بكر الصديق وعمر وعثمان ماذا تعتقد فيهم؟ رضي الله عنه ورضي الله عنهم وعد لهم جنات النعيم، القرآن يقول كذا. لكن المشكلة احنا الشيعة، أشكرك ليس المشكلة ليس في المعممين، المشكلة فينا الحمية العامة. ليش؟ لأن
لا نقرا القران ولا يدرسون القران، ما في الا مصارح حسينيه، ضربوا بالسيف وضربوا من عرف ايش، وحسينا ويا شهيد كربلاء عرف، وسفره ام البنين وزور زيد زينب وزور الامام يتبرك لك ويغفر لك يعطيك سك غفران. ما ادري من ادخل الدين الان، ترى والله العظيم كثير من الشيعه في المنطقه عندنا في القطيف ومناطق القطيف والله يسالون 24 ساعه المشايخ، لكن دائما اجوبتهم ما يخدمنا لا حق ولا باطل. الله. تسالهم تقول لهم يا اخي صلاه الجمعه واجبه ولا غير واجبه؟ قال صلاه الجمعه واجبه ولا غير واجبه. وين اخذنا الان هذه الفتوى واجبه ولا غير واجبه؟ لا انا في الظلمات ولا في النور. اقول له قال لا تقيم صلاه الجمعه حتى يخرج قائمون المهدي. طيب الله سبحانه وتعالى في القران يقول واذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. طيب انا اصدق انت ولا اصدق الكلام هذا اللي تقول؟ كلام الله صريح. صحيح. اخونا خالد يا اخي والله العظيم مشكله الشيعه لا عندهم الجراه انهم يسالوا ولا عندهم سبيل ان يلتجوا اليه على اساس يسالوا احد، عرفت؟ وحقيقة يعني محتاجين المنطقة هنا لا لدعاة كثر توضيح الحق من الباطل. يا أخي أغوى الناس، آخر المطاف لا السني بينفعني ولا بينفعك الشيعة يا بني آدم. يا شيعة أصحوا، في جنة ونار آخر المطاف، ما في منطقة وسطى. يا أخي أنت إذا جبت الإمام قال هذا دين الشيعي ومن ده هو مرتد وناصب، إيش الكلام؟ الله يجزيك خير. الله يجزاك خير. الله يجزاكم خير. بارك الله فيك أخ خالد، بس أنا عندي طلب منك صغير بس. تفضل يا شيخ. يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، وإذا كنت أنت صاحب يعني فكر حر وأنا أرى ذلك فيك، أرى لك أن تكثر سواد أهل الحق، وأخاف على يعني بقيت المسألة معك الآن مسألة ولاء وبراء فقط، هذا كل كلامي ولا أريد أن ألزمك أكثر من ذلك، وعندك إن شاء الله الباقي عندك. على كل حال جزاك الله خيرا على المداخلة الطيبة. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. بس يا شيخ معلش لو طلعت عليك انا عندي مداخلة كلمتين. لا نشكرك اخونا خالد. خلال القناة الله يجزاكم خير. بارك الله فيك. اخونا خالد وان شاء الله جميع علماء الشيعة وين ما كانوا، ان كانوا على الحق فليظهروا على القنوات ويناظروا المشايخ، ما تقولوا سنة وهابية وانتم على الحق. ها؟ احنا الان ما نبغى لا سنة ولا وهابية ولا جن ازرق، احنا نبغى الحق من الباطل. إن كنتوا يا شيعة على الحق بنتبعكم، وإن كنتوا على الباطل بنترككم ونتجه للسنة والجماعة. يا أخي آخر المطاف جنة ونار، ولما إحنا نناقش أحد قال آية الله العظمى فلان وبن فلان، يا أخي أنا سألت شيخ معمم عمامته يبغى له 10 أنفار يشيلوا، أقول له أنا يا أخي يوم القيامة لما يسألني الله سبحانه وتعالى ويقول لي هذا كتابي وهذه آيتي العظمى، وأنت تقول لي هذا اللي في إيران وغيره نهاية الله العظمى، ماذا أجيب الله؟ تقدر تجاوبني أنت؟ سكت لم يجيب. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نكرر شكرنا لك أخونا خالد على هذا الرد الجميل والرائع، كما ندعم صوت شيخنا أن الله سبحانه وتعالى يثبتك على الهدى وأنه يعينك على اتباع الحق وأن تكون من يكثرون سواد المؤمنين.